اهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهارده من جده لكل الاكل والمطاعم اللي جربتهم طول الفتره اللي قاعد فيها هنا في جده. هوريكم كل الاكل والاسعار واقول لكم رايي فيه. يلا بينا نبدا الفيديو. واول مطعم هجربه هو مطعم برجرايزر، هنجرب البرجر فيه واقول لكم رايي فيه ونكمل اليوم. يلا بينا. انا خلصت مطعم برجرايزر، بالنسبه لي هو قيمه مقابل سعر حلو جدا، يعني سندوتشين وبطاطس ب 20 ريال حلو جدا ويكفوا فرد مستريح قوي. هو السندوتش صغير شويه بس القيمه مقابل سعر حلوه جدا. اللحمه عجبتني اكتر من الفراخ بس طعم الصوص طاغي شويه، فمطعم برجرايزر بالنسبه لي اللحمه كانت احسن من الفراخ شويه بس السندوتش صغير وهو قيمه مقابل سعر حلو قوي. المطعم اللي جاي هو مطعم اسمه حمص ريفي، متخصص في الفطار الشامي اللبناني والسوري. تعالوا برده هصور لكم الاكل فيه واقول لكم رايي فيه، فيلا بينا. طلبنا من عندهم بطاطا حارة وكانت حلوة بس كانت عايزة تبقى سبايسي شوية، وكمان فتة حمص كانت حلوة جدا، بس أكتر حاجة عجبتني هي كانت فطيرة جبنة العكاوي، كانت حلوة جدا وطعمها حلو أوي، والفطار هناك بشكل عام حلو جدا. المطعم اللي بعد كده واحد من احلى المطاعم اللي ممكن تاكل فيها في جده، وهو مطاعم السده، واحلى مندي ممكن تاكله هناك. طلبنا هناك مدفون لحمه ومدفون فراخ ولحمه مندي طبعا، والمندي فعلا حلو جدا والرز بتاعه طعمه جامد قوي قوي قوي، احلى رز اكلته في حياتي تقريبا. والمدفون اللحمه والفراخ برضو حلوين بس انا عجبني اكتر المندي، او ده ذوقي اكتر. طلبنا كمان مقلوبه بس انا ما عجبتنيش قوي او ماليش فيها، مش ذوقي قوي، انما المندي هو احلى حاجه في مطاعم السده. سمعت كتير قوي ان دومينوز بيتزا هنا في السعوديه احلى بكتير قوي من اي حته. طبعا دومينوز بيتزا مش حلو قوي في مصر، فانا بصراحه نفسي اجربه هنا في السعوديه. فانا هتغدى وهجيب كمان البيك، يعني هعمل ميكس معاهم، فغدانا هيبقى دومينوز والبيك. وطلبنا من دومينوز 2 بيتزا، واحده تشيكن رانش والتانيه فيلي تشيز ستيك، حطينا عليها بافلو صوص، والفيلي تشيز ستيك هي اللي عجبتني قوي، كانت غنيه وحلوه جدا والصوص كمان عليها كان حلو قوي. زي ما قلت لكم جبت مسحب وكان طعمه حلو جدا والسبايسي بتاعه خطير فعلا، التتبيله داخله لحد جوه. اما البروست كان محروق شويه، مش عارف ده كان حظي ولا هو دايما كده، ما عجبنيش المره دي. والتوميه بتاعت البيك المميزه قوي بصراحه، حلو جدا وبحب البيك قوي، من اقوى المطاعم في جده.
مطعم اشواق هو مطعم متخصص اكل تركي موجود هنا في جده، فانا قررت اجربه المره دي. هصور لكم كل الاكل لما ينزل واوريكم برده انا طلبت ايه واقول لكم رايي فيه في الاخر. وبينزل في الاول العيش التركي ده، كنت طالب معاهم بابا غنوج. العيش التركي ده حلو جدا وبينزل سخن حلو قوي. كمان طلبت اسكندر وكانت حلوه. في الاول حسيتها غريبه بان الصلصه دي كانت غريبه عليا شويه، ولكن عجبتني قوي في الاخر. كمان منقوشه لحم بعجين دي كانت حلوه جدا برضو، كان طعمها حلو وكانت غنيه جدا. اما المشويات التركيه عجبتني، بس مش احسن حاجه بالنسبه لي، بحس المشويات المصريه بصراحه احلى حاجه، ولكن الطعم كان كويس برضو. وواحد من مطاعم الفرايد تشيكن اللي كان نفسي اجربها قوي هو بوب ايز، فروحت اجربه عشان كان نفسي فيه جدا. المطعم شكله حلو قوي والالوان بتاعته حلوه جدا، وكمان كان نظيف وفيه اهتمام كبير قوي من الاستاف هناك. طلبت من عنده بروست وستريبس. البروست كانت حلوة جدا، هو اللون بتاعها كان غامق شوية بس كان طعمها حلو قوي، والسبايسي بتاعها حلو، والبطاطس بتاعتهم حلوة جدا وعليها توابل حلوة قوي، والبسكتس العيش اللي هو جاي معاه ده على شكل بسكويت حلو جدا، والستريبس برضو حلو قوي، ومن اكتر المطاعم اللي عجبتني الفرايد تشيكن فيها بصراحة. وما ينفعش ابقى بجرب الاكل في جدة من غير ما اجرب البرجر اللي فيها مطاعم برجر كتير جدا قوية. فانا روحت المطعم ده، ناس كتير قوي اتكلمت عنه ان هو حلو جدا، فقررت اروح اجرب البرجر هناك. المطعم حلو قوي والديزاين بتاعه حلو جدا ونضيف وواسع، كمان المطبخ مفتوح فتقدر تشوف الاكل وهو بيتعمل، والمطعم نضيف جدا بصراحة. واكتر حاجة عجبتني هناك ان الاكل بيتجهز بسرعة جدا، انا يدوبك وقفت 5 دقايق كان الاكل بتاعي جاهز وخدته ومشيت. انا جبت من عندهم سندوتشين وبطاطس، والاحجام بتاعت السندوتشات كانت كويسة، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، ولكن تكفي فرد. السندوتش الاول كان عليه بيف بيكن وأونيون رينجز، بصراحة عجبني، كان طعمه حلو جدا، والصوص بتاعه كمان المحطوط عليه حلو قوي. السندوتش التاني كان يعتبر كلاسيك العادي، معلوش اضافات كتير، برضو عجبني، ولكن السندوتش الاول عجبني اكتر. اما البطاطس بتاعتهم كانت حلوه جدا وكانت مفاجاه، عليها شيتوس وحلوه قوي. وبما ان من محب الفرايد تشيكن فكان لازم اجرب كنتاكي في جده واشوف هل مختلف عن مصر وطعمه حلو، ناس كتير قوي بتقول ان هو طعمه احسن من مصر، ولا بتاع مصر عادي زيه. فقررت اروح اجيب وجبه واقول لكم رايي فيها. وبصراحه الاكل كان حلو، وكانت التتبيله موجوده جوه، وكانت الفراخ فريش وكانت حلوه جدا، وعجبني جدا كنتاكي هناك. وما ينفعش ابقى في السعودية ومجربش المعصوب، فروحت معصوب القدري وجربت من عنده المعصوب. هو بيبيع حاجات كتير جدا، منها المعصوب والعريكة والفول، حتى المعصوب بيبيع انواع منه كتير قوي، فانا جبت معصوب اسمه المعصوب الملكي.
بصراحة طعمه عجبني وحبيته، وكان عليه كمان كورن فليكس من فوق، وهو طعم الموز فيه مسيطر جامد قوي، يعني لو حد ما بيحبش الموز مش هيعجبه، بس انا بحب الموز فعجبني جدا. وبعد كل الاكل الحادق ده كان لازم نحل من كريسبي كريم، واحد من احلى محلات الدوناتس اللي فتحت في مصر واللي موجوده في العالم كله. رحت هناك وقلت اجرب برضو الدوناتس هناك في السعوديه عامله ازاي في كريسبي كريم. كان في انواع كتير جدا بصراحه، وكمان انواع مختلفه عن الموجوده في مصر وجديده، فقررت اجرب حاجات جديده وحاجات بحبها. فجربت من عنده الثلاثه اللي بحبهم قوي، الجليز والشوكولاته والسكر والفراوله، وثلاثه جداد كان التشيز كيك والريد فيلفت وواحده اسمها سبرينج رينجز. وكالعاده كريسبي كريم حلو جدا، العجينه بتاعته حلوه قوي وطريه وبتدوب في بقك، وطعم الحاجات كمان القديمه حلوه قوي، والجديده اكتر حاجه عجبتني كانت التشيز كيك والريد فيلفت، اما الثالثه ما كانتش حلوه قوي. طبعا النهارده هنجرب مطعم اسمه مكرونه ايطاليه، جرب فيه الاكل الايطالي. مطعم شكله شيك قوي وحلو جدا، يعني يا رب الاكل كمان يطلع حلو. بينزل في الاول الطبق اللي فيه العيش المتحمص ده ومعاه صوصين وزيتون، كان طعمهم حلو جدا، وكمان كنت طالب شيش طاووق على الطريقه دي، كانت شكلها حلو جدا وطعمه كمان كان كويس جدا. طلبنا ثلاث انواع مكرونه، واحده بالريد صوص ما كانتش حلوه قوي، والتانيه بالوايت صوص دي كانت يعتبر كويسه بس برضه ما كانتش مبهره، كانت عاديه، اما التالته اللي بالبينك صوص والجمبري كانت حلوه جدا، كان طعمها حلو قوي والجبنه فيها والجمبري كتير، كانت حلوه جدا واكتر واحده عجبتني. وطلبنا اتنين ستيك، واحد بصوص الفلفل الاسود والتاني بصوص المشروم. اللي بالفلفل الاسود عجبتني اكتر بكتير من المشروم، او انا مش محب المشروم قوي. وزي ما قلت لكم الباستا اللي كانت بالجمبري البينك صوص دي كانت احسن حاجه. مطعم مكرونه ايطاليانا، او هو جوه في المطعم اسمه الدينتي، هو مطعم كويس بس انا شايف ان في مطاعم في مصر الفاين دايننج فيها اقوى بكتير، مثلا زي سيزلر احسن منه بكتير قوي، والاكل فيه كويس جدا بس غالي برضه يعتبر هنا في السعوديه،
فهو الاكل حلو جدا، بالذات الستيك اللي بصوص الفلفل الاسود. بس انا بالنسبه لي ان في مطاعم كتير في مصر افضل بكتير يعني. بس ومن هنا تكون نهايه الفيديو ده، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام.